معيد في جامعة الأحقاف في اختصاص العلوم الإسلامية، ختم القرآن بالقراءات العشر في شهرين ونصف بالرغم من انشغاله بالدراسة والتدريس. من اليمن السعيد المتسابق عبد الرحمن علي قائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. حياكم الله مرة أخرى مشاهدين الكرام، كنا مع المتسابق عبد الرحمن علي قائد من اليمن. طابت أنفاسكم على هذه التلاوة، ونذهب عند التقييم ولجنة التحكيم السيد حسنياً الحلو، تفضل. شكراً جزيلاً لك وشكراً لعزيزنا وضيفنا عبد الرحمن على هذه المشاركة الطيبة، محاولة طيبة من قبل الأخ عبد الرحمن. معروف عن اليمن اهتمامهم بالحفظ، وخصوصاً هو حضرته يعني مهتم بالحفظ والقراءات والإجازة بالقراءات وبمدة زمنية قصيرة جدا، وهذه خصوصية للأخ عبد الرحمن. ولكن بما يخص التلاوة لا أكيد يحتاج إلى تمرين أكثر، ولكن هي مجرد مشاركته ممثلا عن اليمن البطلة فهذا يكفي. الشيخ باسم العابدي تفضل. بارك الله بك يا عبد الرحمن، وفقت وبوركت، تلاوتك جيدة، لا نحاسبك من جهة الوقف والابتداء، فقد جئت متأخرا، وهناك قاعدة عامة لا بد أن تنتبه إليها، وهي أن المسابقات القرآنية تختلف عن المحافل القرآنية، فحينما يجوز لك أن تكرر في المحافل لا يجوز لك أن تكرر في المسابقات القرآنية. أنت كررت كثيرا من الآيات وهذا غير جائز. هذا من جهة التلاوة، عندك يعني بعض الهنات في بعض المواضع في الوقوف، ولكن أقول لك أنتم أهل اليمن، أنتم أهل الحكمة وأهل المعرفة والعلم والشجاعة والبطولة. وهناك بيت لأمير المؤمنين سلام الله عليه قال عنكم: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. أنتم همدان وأنتم أهل اليمن أهل حكمة، وجزاكم الله خيرا، إن شاء الله نراك في المسابقات المقبلة بشكل أفضل وأجمل، الله يبارك فيك. الأستاذ عماد رامي تقييمكم. حياكم الله أخي، ما شاء الله، يعني بيشفع لك أنك ما شاء الله قريت خاتم القرآن وقراءات العشر بشهرين ونص، يعني شيء أكثر من رائع. بس أنا مو اختصاصي هون، اختصاصي الانتقال بين المقامات الأنغام، يعني كان لا بأس، في أخطاء بس كان لا بأس. الأفلات عندك ليست كما يجب، أفلات
الجمل يعني بآخر الآية قفلة ليست كما يجب، بدها تدريب يعني. ممكن صوتك جميل إن شاء الله ربي بيوفقك أستاذ عماد. نعم سيدي. يعني الأقصى ومن يدافع عن الأقصى شو تقولهم؟ صوت هز وجداني وأطلق نار أحزاني، صوت هز وجداني وأطلق نار أحزاني، متى سنعود للأقصى ونشهد فجرنا الثاني، متى سنعود للأقصى ونشهد فجرنا الثاني، متى ستعود يا أقصى ويعود إليك إخواني. الله 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 الله. يا قبلتنا الأولى ويا نبض السنين، يا معراج الرسول ويا نبض الحنين، أقسمنا بالله رب العالمين لن نستكين، لا لن نستكين حتى تعود يا أقصى ويعود إليك خلاني. طابت هذه الحنجرة. الله أحسن. شكرا. نرجع بإذن الله معية كل المسلمين إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. فضيلة الشيخ عمر رأيكم. عبد الرحمن ما شاء الله، يمن المقاومة، يمن الحضارات القديمة، ويمن كذلك القرآن، ويمن العلماء. إذن فأتيتنا من اليمن وقرأت علينا أفضل كلام يتلى، ولم تختلط عجمة اليمن بتلاوتك، هذا الذي بدا في إتقانك. فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث له أنه جاءته جماعة من اليمن فأريد أن أسألك، هل هذه الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا؟ فقالوا له هل من البر صيام في مصفر؟ فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام في مصفر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ماذا قالوا لك وماذا قلت لهم؟ ففسر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زار اليمن وعلم لهجات اليمن، فقال لهم قالوا لي هل من البر الصيام في الصفر؟ فأجبتهم ليس من البر الصيام في الصفر ونحن في شهر رمضان. إذن فهل هذه اللهجة موجودة إلى يومنا هذا في اليمن؟ نعم موجودة في محافظة الحديدة، هم يبدلون آلة التعريف بميم بأم. أيوة أم. إيه ما شاء ونحن الله. نستعملها في كلامنا اليومي، يعني احنا العراق ومصر تقول البارحة بنقول امبارح امبارح يعني ما شاء الله ما شاء الله تقلب الالف واللام لمي الف. فقط شيخي بالنسبه لبعض الملاحظات، بما انك مجاز في القراءات العشر نريد ان نسديها لك ان شاء الله حتى لا تتكرر في قادم ما ستقراه. لديك ضعف في حرف الهاء خاصه حال الوصل تظهر كانها همزه مسهله لتقراه انزلناه، وكذلك تفخيم الغنن، فالغنه اذا جاورت حرفا مستعليا في الاخفاء فإن الغنة تفخم، وكذلك لديك نظر ربما لقلة النفس أحيانا تختلس الحركات، مبشرا ونذيرا سجادة فتحة هنا مختلسة، وكذلك انتبه إلى الذال فيها شائبة همس، وكذلك الكاف إن وقفت عليها فإذا لم تقم بهمسها ستكون صماء. الملك لا نقول المل ونسكتين هي الكاف. زادك الله إتقانا وحسنا وثباتا، وثبت الله يمننا على ما هي عليه وبارك الله فيك. عليك بالاستماع إلى مدارس التلاوة المصرية إن شاء الله، يعني استمع كثير، وعليك المشاركة بالدورات التعليمية التنغيمية تفيدك هاي حبيبي إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. آمين وإياكم. ختاما مع الشيخ محمد عصفور تفضل. الله حبيبي. الله يحييكم. عبد الرحمن القائد، دعك من التلاوة، أنا صراحة معجب بالكاريزما اللي أنت فيها وقوة شخصيتك صراحة. من أول ما جلست يعني والقصف جبهات اللي أنت قصفته من شوية تقول لهم إن إبراهيم كان أمة، متعودين عليك وقصف جبهات يعني، فما شاء الله كاريزما رائعة. حياك. فهاي الوحدة ولبسك ووقفتك وثقتك في الله الأول ثم في نفسك، هذا الوحده كافي. واسم على مسمى عبد الرحمن القائد. طبعا لا أزيد على ما تفضل به الدكتور.
عبد الرحمن، عبد الرحمن قائد، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركه. موفق عبد الرحمن، الله يبارك فيك ان شاء الله. تفضل.